نحن عنا ببلادنا ببلاد الشام في كتير أكلات مخبون حقها، بحيث إنك أنت إذا أكلتها بتلاقي حالك نزل وزنك، لكن عندي طريقة الطهي تبعها أو جمعة مع وجبة تانية هي اللي بتعمل لها المشكلة وبتنقلها من أكلة خافضة للوزن لأكلة بتزود الوزن. بالمختصر المفيد لح أستعرض ثلاث أكلات كتير مشهورة عنا ببلاد الشام، اللي هي أكلة اسمها الشاكرية. هاي الأكلة موجود كل العالم تشوف مكوناتها صحية، لحمة لبن بس، لكن بقلبنا شوبعة بيتقدم طبق رز أو طبق برغل. لو لاحظنا مكوناتها هدول الأكلتين، هدول بالنسبة لإلي هدول أكلات رائعة لرفع الكلس بجسم، لرفع الأحماض الأمينية، لشد العضل. لكن وقت تتواجد مع بعضها هي المشكلة الكبيرة اللي نحن منقولها، بتنتقل من هالأصناف إذا كانت لحالة على بعضها البعض، بتكون هاللبن اللحم بينزل الوزن، وقت عم بيجتمع معها عنصر النشا اللي بقلب اللبن هو اللي عم يحولها لتزويد الوزن. هاي النقطة بدنا ننتبه عليها، يعني مو يعني أنا عم أقول له للعالم ما يأكلوا شاكرية أو ما يأكلوا لبنية أو هالقصص، لكن ما نكسر منها لأنه هي مو أكلة خافضة للوزن مثل ما بيفكروا أكلة خفيفة من هالنوع، لكن هي طعم المحبب نحنا بناخذها. القصة اللي بدي أنا أقول المرحلة الثانية، أنا شلون بدي أحول هاي الأكلة أكلها وأتناولها ونزل الوزن فيها فورا بعد تناول هيك مأكولات اللبن، لأنه نحن بلاد الشام مشهورين بمأكولات اللبن اللي بنحط معها النشا. فورا بناخذ مادة اسمها دياخل التفاح مع شوية مي، هي بتقلل الامتصاص النشوي لمادة النشا تبعها وبتخلي الكلس يمتص أكثر من مادة اللبن، فبلاقي حالة تقلتني من وجبة عنديها بتزود الوزن لوجبة بتنقص الوزن. القصة الثانية بدي وصفة خفيفة على الخفيف تساويها مشان ننزل البطن والخواص الجانبية، لأنه هي أكثر ما منتعامل معها، لأنه نحن كل أعمالنا مكتبية وما في حركة وقاعدين على اللابتوبات بشكل كتير كبير. هاي الوصفة كتير بسيطة جدا، أنا بالنسبة لي كاسة مي مع عصرة نص ليمونة قبل ساعة من كل وجبة الغداء بالذات، بتعمل تنقل بطنك من حالة إلى حالة أخرى، لأنه بتقلون الدم بالجسم، وهاي قلونة الجسم بتزود شيء اسمه إفراز العصارات الهاضمة بالأنبوب الهاضم. هاي إذا حافظنا عليها لمدة شهر حينتقل شكل البطن عندك من حال إلى حال. هلا بيقولي بدون أي دايتات بدون أي، أكيد أنت إذا بتراعي نفس منسوب الأكل تبعك وأنت عندي عملتها هاي بتغير شكل البطن، بينتقل من شيء اسمه مفلطح عنديها لقدام لشيء مسطح لداخل البطن، لأنه بيزود العصارة الهاضمة وبيقلون الدم وبيرفع عملية الأيض 3 أضعاف. وبنشكر الملتقى الوطني السوري على هالمبادرة هاي.